انا بتكلم عن البنات وتعاملهم مع مع ابائهم. يعني حتى النبي عليه الصلاه والسلام يقول يعني من كان له بنات واحسن تربيتهن كن له حجاب من النار. الله. يعني والمقوله المعروفه وراء كل رجل عظيم امراه عظيمه. بجانب واكثر الايتام اللي عندهم امهات هم اللي ما شاء الله يعني خلوهم رجال يعني عظام. هذه قصيده للشاعره لمياء العقيل. لما كان كورونا الله لا يعيد الشر صار في حظر تجول. ايوه. خلال شهرين ما في سفر بين مناطق، اتوقع شهرين او شهر. فاشتاقت لبوه. هي بمنطقه. كتبت القصيده. ايوه وكتبت اهداء الابوه هو بمنطقة ثانيه. يا سلام، يعني هذه حصريه عندنا. من الشاعره اي حصريه. لا هذه للمنشد محمد عريني. ايه. جميله جدا. يمكن حصري من عندك ابو عبد الله. ها لا مجهزين حصري. طيب اسلم. لك عبد الله له طابع مختلف. واضافه رائعه، سم. عطنا صدى يا ابو جنى او ابو هدى. بلغ سلامي يا شاعر بالمراسيل للي حبسنا عذرنا ما نجيله ابوي جعله ما يذوق الغرابيل وما تجزي عيونه عن النوم ليله قل له ترى اشتقت لك حيلي بالحيل شوق الصحاري للسحاب الهميله من دوني شوفك صدفتني عراقيل ودي اجيك وما لقيت الوسيله حضرت تجول حالي بين الرجاجيل شهر مضت فيها الليالي ثقيله اشتقت للجلسه وصفر المعاميل وخل وفي ما يكدر خليله اشتقت للدله وصوت الفناجيل والتمره اللي في يمينك تشيله تمدها لي من خيار المحاصيل والكيف زايد به من الجود هيلة باكر يبه نلقى الرخاء والتساهيل وانصاك ما دور لدربك دليلا وانصاك ما دور لدربك دليلا الله الله صح صوتك. دائما البنات حبيبات ابوانهم ولا نلومهم والله. بعض الناس دائما يقول يا رب يرزقنا الله ولد اول شيء، ما يدري ان البنت هي الحنان وهي الحنيه. لا صار الواحد بعضهم يقول لك يقول واحد انا ابي ولد باللي هو ابوه وجاه ولد وسبحان الله رزقه الله عقبه بنت. يقول لا جيت من الدوام منضغط مشحون واستقبلت بنتي يقول يروح كل شيء. فالبنت جنه.